نهر اللجين يسيل من شفتيه ومناظم الفيروز رهن يديه. هذه العلوم تمنطقت برحالها وحجيجها سارت إلى ركنيه. ما زالها طالا كوابل مزنة نسقي فيا في القلب من جنبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة متجددة نستفيد من كلام ابن القيم رحمه الله فيها عبرا وعظات في دنيانا وأخرانا. يقول رحمه الله: ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه. فيها من الفوائد أن للإيمان حلاوة يذوقها صاحبها في الدنيا، من لم يذقها فاته نصيبه من الإيمان على قدرها. وفيها أن للإيمان مقياس شديد التأثر، فأدنى أمور الجاهلية سوادا يؤثر على بياضه ونصعه وصفائه. ولو لم يكن من سوء الجاهلية إلا أنها تحجب لذة الإيمان لكفى بها سوءا، كيف وهذا أحد شرورها. وفيها أن الجاهلية تشمل جاهلية العلم، فيجهل بضروريات دينه وأحكام عبادته وتفاصيل معاملاته. وفيها أيضا جاهلية الأخلاق، فيجهل حقوق التعامل مع الخلق وإنزال الناس منازلهم ومواقع الشدة واللين ومواطن الهجر والمخالطة، ويعيش تناقض الأخلاق خارج منزله وداخله، ويقع في المداهنة ويتورع عن المدراء. وجاهلية العبادة، فيجهل فروضها وسننها وآدائها، ويجهل خشوعها ويقع في مبطلاتها ولا يحقق إخلاصها. وجاهلية العمل، فيجهل المفروض عليه وجوبا ويقصر عن المأمورات، ويتهاون في المنهيات ويقع في الشركيات ولا يهتم بكبائر الذنوب. وجاهلية المحبة، فيجهل محبة الله وما يحبه الله، ويجهل الولاء والبراء، ويقدم الهوى ويتعصب لقبيلته على الحق وأهله. وفيها أن المؤمن مأمور في حياته بإخراج الجاهليات من قلبه ولو استغرق ذلك وقته، بل ولو لم تخرج آخر جاهلية إلا مع خروج نفسه لوجب عليه إخراجها. وفيها أن الحرية الحقة والتحرر الكامل هو التحرر من ربقة الجاهلية وسيطرتها على القلب وطردها من القلب لتخرج خارج الجوارح. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة متجددة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهر اللجين يسيل من شفتيه ومناظم الفيروز رهن يديه. هذه العلوم تمنطقت برحالها وحجيجها سارت إلى ركنيه. ما زالها طالا كوابل مزنة نسقي فيا في القلب من جنبيه.